ودي شكل كيكة الليمون الجميلة. بالمية بس، بسم الله الرحمن الرحيم. انا من النهارده كيكه الليمون بالميه. فاحنا عندنا هنا في البدايه 3 بيضات، هنحط عليهم 200 جرام من السكر، هنحط عليهم بشر ليمونه، ونبدأ ان احنا نستخدم المضرب الكهربائي في ان احنا نخلطهم، بحيث ان البيض بتاعنا ده يفتح اللون بتاعه. لو ما عندكيش مضرب كهربائي ممكن تضربيه في الخلاط، فكل واحد حسب الامكانيات بتاعته. كده احنا وصلناه لخليط كريمي زي ما انتم شايفين. هنضيف عليها 80 ملي من الزيت، وهنبدأ ان احنا نخلطها يعني حوالي دقيقة او دقيقتين. عندنا الدقيق بتاعنا ده حوالي 220 جرام من الدقيق، هنضيف عليهم باكت من البيكنج باودر، هنضيف نص كمية الدقيق معانا، هنضيف عندنا 4 معالق من المية، كمل الدقيق بتاعنا، يعني الصوت تحس ان تقيل شوية، نضيف 2 معلقة. نحتاج معانا كمان اللي خفف عن كده. كده السمك بقى خلاص، احنا وصلنا للسمك اللي احنا عايزينه بالمنظر ده. كده عندنا القالب بتاعنا، احنا دهنينه زيت من جميع الجوانب، نبدأ ان احنا نضيف الخليط بتاع الكيكة بتاعنا. طبعا احنا مسخنين، اول ما بنبتدي في الكيكه بنسخن الفرن بتاعنا، يعني لازم ندخل الكيكه في فرن سخن.
نبدأ بقى ان احنا ندخلها فرن سخن لحد اما تستوي ونرجع مع بعض. ودي شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. احنا سيبناها ما تهدى خالص، يعني هي هدت شوية بس سيبها تهدى خالص، وبعد كده نبدأ ان احنا نوريها لكم. عندنا الكيكة بعد ما بردت هنبدأ ان احنا نسلك الاطراف. عندنا هنا عندنا عبارة عن نص كوباية من السكر البودرة، نحط عليها عصير ليمونتين، ده عبارة عن نص كوباية من السكر البودرة، حطينا عليها عصير ليمونتين